وعلى صعيد آخر، أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لأنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في السودان وأهمية العمل على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر تتضامن بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق. وأضاف وزير الخارجية أنه ناقش قضية المياه مع نظيره الأمريكي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبي. تحدثنا أيضا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر، قضية لا يمكن التهاون أو التفريط بها. تحدثنا عن أهمية التوصل إلى اتفاق حول السد الإثيوبي، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم بالتأكيد لتشغيل هذا السد، وأهمية عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب طبقا لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن هذا النهر هو نهر عابر للحدود. تحدثنا أيضا عن منطقة القرن الإفريقي وما تموج به من اضطراب، وشددت من جانبي على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والحفاظ على سيادتها.